حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم باللي راح نعرضه لكم حلقة صوتكم لهذا المساء. أو إذا عندكم مواضيع تقدرون تشاركونا بأرقام الهواتف اللي تشوفوها أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا على الرقم اللي بصفه إشارة الواتساب، نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام بسم الله نبدأ حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف العقود والناس اللي صار لها فترة مو سهلة وهم يشتغلون بصفة عقود. والعقد لا بحقوق ولا بامتيازات ولا بأمان وظيفي ولا بتعويض كتقاعد أو غيره، وعملا بالمقولة اللي تقول ما ضاع حق وراءه مطالب. بهالسبب تلقون العراقيين اللي هم من شريحة العاملين بصفة عقود دائما يحجون ويتظاهرون ويطالبون ويناجدون بلكت واحد يسمعهم، ولأنه قناة الرافدين واقفة موقف حق ويا أبناء شعبنا العراقي العظيم لازم تكون لنا كلمة بهذا الموضوع. وعليه نروح إلى محافظة المثنى ونشوف الحالة هناك بالنسبة إلى هاي الشريحة واللي صار هناك من تظاهرات وإضرابات عن الدوام من موظفين اشتغلوا وقدموا سنين عمرهم لهالبلد، بس إلى حد هاي اللحظة هم يشتغلون بصفة عقود. إضراب العاملين بمستشفى الحسين التعليمي بالمثنى للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة وتحويلهم إلى عقود وزارية رسمية على قرار 315. خلونا نشوف. عمال استقطاب دار الصحة المثنى متكون عددنا 896 عامل، حاليا مضربين أمام مستشفى الحسين التعليمي، وهتشاهدون عمال الحسين التعليمي. فأي دوام حاليا ماكو، أي حاليا دوام ماكو. نطالب السيد المحافظ والحكومة المحلية والحكومة المركزية بحل هذه الأزمة ورجوعنا لا دوامنا ولا عملنا. نريد من عندكم حل، وهو شيء بسيط، تحويلنا لقرار 315، لأن الاستقطاب ما موجودة بالوزارة، موجودة بدائرة الصحة المثنى فقط. فتحويلنا إلى أجراء ولا عقود، مطلبنا الوحيد وفك الإضراب هو هذا المطلب. لا أفك الإضراب اتصال هاتفي ولا بأي شيء، فقط بكتاب رسمي، بكتاب رسمي. الإضراب حاليا مستشفى الوركاب، مستشفى الرميثة، مستشفى الحسين، مستشفى الخضر، القطاعات والمراكز، الكل حاليا إضراب. مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون هذا الحال بمستشفى الحسين التعليمي. نطلع من هاي المستشفى نروح إلى مكان ثاني بس هم بالمثنى اللي اليوم ملفنا الأول عنها تقريبا، وعن موظفي العقود اللي هم تابعين إلى مديرية أو دوائر مديرية صحة المحافظة واللي يشتغلون بالدوائر أو المؤسسات الصحية. ونروح هسه إلى قضاء الرميثة وبمستشفى القضاء العام، راح نلقى إضراب عن العمل سواء أصحاب العقود بالمستشفى اللي قالوا ما راح نسكت ولا راح نرجع إلا تتحقق مطالبنا بالتعيين. اليوم مستشفى رميث العام يعلن الإضراب التام عن العمل لحين تحقيق المطالب وتحويلنا على قرار 315. لا نتراجع عن الإضراب والمظاهرات إلا يتم تحويلنا على هذا القرار، وغير هذا لا نتعامل مع أي شخص إذا ما يكون أكو تعاون العفو محافظ المثنى وكذلك مدير عام صحة المثنى والأخوة الأعضاء، ونرسل مناشدة إلى رئيس الوزراء بزيارة المحافظة وكذلك زيارة مستشفيات المحافظة للنظر إلى حالنا ووضعنا المزري في هذه المستشفيات. رواتب لا تتجاوز 150 أو 130 ألف. هاي بالرميثة، وراح نبقى بالمثنى حبايب ونلقى إضراب ثالث بمحافظة المثنى عن العمل بس هالمرة بمستشفى الخضر العام، واللي أصحاب العقود هناك ما عندهم مطالب هواية غير مطلب واحد بس، هو أن يتم تعيينهم وتثبيتهم على الملاك الدائم بالمستشفى، واللي هم هم قالوا ما راح نرجع إلا تتحقق مطالبنا المشروعة. خلنا نسمعهم. يطالبون السيد المحافظ شمس المثنى والحكومة المحلية والحكومة المركزية من صاف هذه الشريحة، الشريحة المظلومة، الشريحة التي ضحت بعوائلها وضحت شهداء وأنطت
جاءت كورونا عدد كبير، وهؤلاء حاليا يتقاضون راتب تفاليس ما يتقاضى 200,000 دينار. يا شمس المثنى، يا سيد المحافظ اللي تدعي روحك بالفقراء، هاي ناس فقرة، هاي ناس مستضعفة. لا نريد وعود كاذبة أنصفونا، نطالب بتحويلنا على قرار 315. هو كان هذا المطلب الوحيد اللي طالبوه أصحاب العقود بمحافظة المثنى، وشفتوا أنه اللي عاملين بصفة عقود بأكثر من مكان وبأكثر من جهة وبأكثر من قضاء أضربوا عن العمل، لأنه ما يلقون شيء لحد هاي اللحظة. يحجون ويطالبون ويرفعون ويردون طلبات ويقدمون طلبات إلى الدوائر المعنية، بس لحد الآن ما يشوفون جواب من عندهم، فاضطروا يصيرون بهذا الحال. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق اختارنا لكم مشاهدينا سيف أحمد كاظم يقول: الاستثناء مطلبنا الوحيد، أنصفوا استقطاب دائرة الصحة المثنى وتحويلهم على قرار مجلس الوزراء رقم 315 وضمهم على موازنة الاتحادية لسنة 2023. مصطفى الظالمي يقول: الله يسهل لكم ويتحقق مرادكم، فعلا أنتم مظلومين. نور علي تقول: يا ريت حتى البنات يطلعون، هم كلها سوى مراكز المستشفيات. ومحمود مسير البرقي يقول: نتمنى انصافكم من قبل الجهات المعنية. فكانت هاي التعليقات حول هاي القضية اللي هي قضية العقود بالعراق، ومو بس موظفين العقود بوزارة الصحة او بالمثنى اللي تابعين الى دوائر الصحة اللي يظهرون، اغلب موظفي العقود او كل موظفي العقود بالعراق اليوم دا يظهرون ودا يطالبون ان يتم تثبيتهم. ويانا امير من بابل، حياك الله يا امير. حياك الله، الله يحفظك. هلا بيك. الله يسلمك. يسلمك. انا من محافظة بابل قضاء المسيب. والنعم منك ومن اهالي بابل وقضاء المسيب بالتحديد. الله يحفظك. عد موضوع مال اخوي راح يصير سنه، يعني هسه صار له تقريبا 9 أشهر. نعم. موضوع اخوي توفى. نعم. لقيناه على السطح، اخذناه اجوا الشرطه والمكافحه، اخذوه للمستشفى نقله. اول شيء احنا ما نعرف، لقيناه ما يتحسطح، اخذناه للمستشفى. بالمستشفى قالوا اخوكم مسمم وتودونا للتشريح. هيك قلنا لهم نودي للتشريح، طبعا اريد نعرف شنو الموضوع مالته، لان هو كل شيء ما بي يعني بكامل قواته العقليه. هو منتسب بالاتحاديه الفرقه الرابعه دام بسامره. نعم. وعده 4 أطفال، 3 بنات وولد. اي نعم. هو بيته بحد يعني مو يمنه. المهم ودينا للتشريح. ورا ما ودينا للتشريح بعد ظل التقرير ما طلع، اما شهاده الوفاه كتبوا بها الحين وجود التقرير الطبي او النتائج المختبريه. نعم. ظلينا بعد ظلنا ننتظر التقرير الطبي، ما طلع. نسال الناشد، ندور، نروح البابي اللي قالوا لنا تقرير ببغداد، نروح بغداد يقولون احنا ما لنا علاقه، تجينا العينات في بغداد واحنا ننقلهم البابل، نرجع للبابل يقول بعدهم ما وصلت. نرجع للطب العدلي مال المسيب مستشفى الزهراء، نسالهم نقول لهم عمي التقرير وين صار؟ يعني هاي احتمال جريمه او شغله يعني قويه، يعني اخوي لقيته بالسطح ميت، يعني شغله صعبه، يعني ما يطول هالقد التقرير. فنسالهم كل فتره طلع لنا سالفه، مره يقولون الدكاتره تبدلوا، مره يقول الدكتور مجاز، مره يقول طلع تقريرين وبعد تقرير بقى واحد ما انسجل. اي فكل فتره طلع لنا سالفه، مره يقولون اكو ماده من الاردن نجيبها، عود نجيبها، عود نشوف التقرير ايش يقول. فكل فتره طلع لنا سالفه، واحنا ظلنا هاي دائما نسالهم والناشد والريد وماكو. المن تسالون؟ التقرير راح يصير سنه ما طلع لحد الان. المن تسالون او منو هي الجهه اللي تتعاملون وياها؟ هم الدكاترة نفسهم، هذا الدكتور مال الطب العدلي مال القضاء المسيب، من نروح له كل فترة أو نخابرك كل ما نروح. طيب. له طلع لنا سالفة. الجهة اللي كان أخوك منتسب لها شنو رأيها بالموضوع؟ الجهة ذولاك الناس ما عندهم شيء، دائما يدزون خبر، وأخوي يروح يستلم من عندهم الراتب، من يروح يستلم يقول يعني لازم يدزون بيده كتاب يقول له احنا لازم نريد نعرف شنو سبب وفاته.
دائما يدز لنا كتاب تاكيد ومنا ونجيب الكتاب تاكيد للمكافحه مال مسيب يقول بعدنا والله احنا الشغله مو بيدنا يعني. نعم. المكافحه هم نسالهم نفس الحاله يقولون الشغله مو بيدنا يم الطب العدلي احنا ما بيدنا شيء هنا. فنرجع للطب العدلي نسالهم اريد ماكو كل فتره طلع لنا شغله مره يقول الدكتور مجاز مره يقول غيرهم الدكاتره مره يقول لا شغلكم ببغداد مره يقول ببابل يعني مثل واحد يحيرك. نعم 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 شكرا شكرا أيوة شكرا لك امير. امير يعني امير مو بحدة لا اكو هوايه من الناس اللي موجودين بالعراق حالهم حال امير واهل امير لانه اكو هوايه ناس يعانون بهاي القضيه يعانون انه اذا تذكرون قبل ايام صار اتصال ببرنامج صوتكم الى احد الشباب اتذكر اسمه عبد الله من صلاح الدين يقول انا والدي استشهد على يد تنظيم داعش الارهابي والى حد هاي اللحظه وهو كان منتسب بالقوات الامنيه راتب التقاعد مدى يطلع ومدى نعرف شنو السبب. اذا مو بس امير اللي دا يعاني يا ترى الخلل وين بامير وعبد الله واحمد وحسين وعلي وكرار وجاسم لو باللي دا يديرون هاي المؤسسات. نروح هسه مشاهدينا الكرام الى ملفنا الثاني بالحلقه واللي بي نحكي عن ظاهره سيئه جدا صارت ظاهره منتشره صار لها انتشار واسع بين الناس. نحكي هنا عن ظاهرة الرمي العشوائي واللي إذا تعمقنا بمتابعاتنا لهاي الظاهرة راح تشوفون الحالة اللي وصلت للجهات الأمنية قدام هاي الخروقات اللي شقد حكينا مدى يبطلون ونقول يا ناس هاي الطلقات تهدد حياة المواطنين هاي الطلقات تقتل الناس. انتشر مقطع مصور اطلع لنا به مجموعة مشيعين بجنازة الله يرحم اللي ميت لهم لازمين أسلحتهم ورمي بالجو حرقه والجو حرق. المشكلة مو هنا المشكلة أنه هاي الحادثة صارت بصف مركز شرطة بمحافظة النجف. يعني تخيلوا أنه ذولا دي يشيعون وأكو مركز شرطة بصفهم وشوفوا إيش صار. السؤال اللي ينطرح هنا انه ذولا اللي قاعدين دا يشيعون الله يرحم اللي راح لهم لكن السؤال اللي ينطرح مو عليهم على مركز الشرطه اللي بصفهم شنو شغلكم انتو من يخلص مشط الطلقات مال اللي دا يضرب طلقات بالشارع ويا الجنازه تاخذون المشط تعبوا له طلقات. هاي الحادثه مو وحيده اذا رحنا الى العاصمه الحبيبه بغداد راح نشوف هالفيديو اللي صوره احد المواطنين وهو يوثق لنا حجم الضرر اللي صار بسيارته الشخصيه بسبب ظاهره الرمي العشوائي. خلونا نشوف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اصبحنا واصبح الملك لله. اجيت الصبح للسياره لقيتها ضربتها طلقه وهذا الطلقه رصاصه ضربت السياره. للاسف الشديد احنا في سنه 23 البلدان كل البلدان تتطور شعوبها من الناحية العلمية من الناحية الاجتماعية من الناحية الثقافية إلا إحنا. يتعارك ويا جيرانه يطلع سلاحه ويرمي يتعارك ويا أخوه يطلع سلاحه ويرمي يضوج يطلع سلاحه ويرمي يشتري له قطعة سلاح يفحصها بالجو. مع الأسف الشديد واحنا مدننا مناطقنا يعني مختضة بالبشر. شنو شعورك اذا طاحت هذه الرصاصة بابنك؟ شنو شعورك اذا طاحت هذه الرصاصة باحد اصدقائك بواحد من عائلتك؟ يعني مع الاسف والله ذني حالتين. عندنا هاي القضية اللي حكينا عليها هواية مواطن هنا يطالب ويترجى
بالناس انه هم ما يحاربون هاي الظاهره السيئه، يعني هم اللي يوقفون وما يخلون الناس تضرب، او اللي عنده سلاح لا يضرب، واللي شقد حذرنا من مخاطرها، بس ضعاف النفوس ولا يمهم. وطالب هنا هذا المواطن انه تتم اتخاذ خطوات جاده لحد من هاي الظاهره، ظاهره الرمي العشوائي، واللي بسببها تروح هوايه من الناس ضحيه لها. وبكل فتره نسمع شخص او طفل هنا او هناك فقد حياته بسبب طلقه تايهه، واللي كان اخرها مقتل احد اطفال مدينه السماوه ورا ما اصابته رصاصه من رصاصات الرمي العشوائي واستقرت براسه ادت الى وفاته. خلنا نسمع. جديد انه تلقينا اليوم خبر وفاه الطفل سيد عباس ال سيد رياض البغنيمه الذي أصيب قبل أيام برصاصة طائشة استقرت في رأسه. حالة السيد عباس هي ثاني حالة تسجل في محافظة المثنى خلال 3 أيام لوفاة أطفال نتيجة الرمي العشوائي. نتمنى أنه هذه الظاهرة تنتهي. الطفل سيد عباس صار له أكثر من 5 أيام داخل العناية المركزة، الأطباء ما قدروا أنه يخرجون هذه الرصاصة من رأسه اللي تسببت أيضا قبل وفاته بشلل. نتمنى أنه قضية هذا الطفل تكون قضية رأي عام للقضاء على هذه الظاهرة. ما من الممكن أن تستمر هذه الوضعية بهذا الشكل. طفل لما يروح ضحية إلى هاي القضية، إحنا ما دا نحكي على طفل وبس، دا نروح دا نحكي على أب، دا نحكي على أم، دا نحكي على أخ، دا نحكي على أخت، دا نحكي على عائلة. أنت هنا لما رميت بسلاحك أنت أذيت عائلة كاملة. عندنا مقطع ثاني إلى ناشط من النجف يشكو الناشط عندنا هنا من تفاقم هاي الظاهرة، ظاهرة الرمي العشوائي، بسبب عدم اتخاذ قوانين رادعة من قبل الجهات الأمنية أو السلطات التشريعية اللي هي البرلمان أو السلطات التنفيذية اللي هي الحكومة بحق كل من يرمي بصورة عشوائية وبمختلف المناسبات. خلونا نسمع. هاي صار لساعة الرمي، عمي افتهم ليه جيت انت من بيت الله، غير جيت من بيت الله، غير مستغفر رب العالمين، زاير بيت الله قايلة يا رب اغفر ذنوبي اللي متروس من فوق الذنوب، قبل الله يا حجي. احنا شنو ذنبنا؟ جيرانك، منطقتك، اهلك، طططط وططط، صارتكم ساعة ساعتين ترمون، كافي. عم الوادم قاعد تموت، اطفال، نسوان، بشر، عالم يا معودين بلعبة العرار رميته، فاز العراق رميته، واحد نجح من السادس اعدادي رميته، تحركوا ثير رموا، عشان تحركوا رموا، شنو هالمصيبة؟ حمامات طار ندري وين ولوا رموا، شنو هالمصيبة؟ ها شنو همج؟ ولكم بلوى ابتلينا احنا نشريد؟ خو ما نشريد، يا ولاية يا محافظة تروح له نفس الموضوع ورمي، هسه انتو قبل ساعتين ما شفت الاخبار، طفل بالسماء وانكتل، همين جاي واحد من بيت الله حجي من العمرة وطاه وطيه. يعني ما تستحون، ما تخافون من الله، كافي. الوادم ملت، زين الشرطة وين؟ الحكومة وين؟ تكتفون مخذوم هو وحجيهم. عمي ملينا، لا كلهم لا راحة. هاي هسه طفل واحد مريض، شباب يمشون بالشارع، ماكو يعني حد بالشارع حسب 12 بالليل. تعرفون وين المشكلة؟ المشكلة مو بس بالناس، تتخيلوا الكتل والأحزاب وما أعرف شنو، وزير لما يصير، شوفوا الفيديوهات اللي طلعت بصوتكم وطلعت بغير مكان، وزير صار جوي ما ضربه برشاشات، لا بأحادية. فتخيلوا الحال اللي دا يصير بالعراق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق اختاريناه من فيسبوك محمد روحي يقول: كثير من الأرواح ذهبت بسبب الرمي العشوائي، المفروض من وزير الداخلية يجد حل لهذه الظاهرة. عماد الصالح: ضروري يصير التعامل مع ظاهرة الرمي العشوائي بالقانون بعيد عن العشائر وتعهداتها الصورية. حالة وفاة الأطفال يجب أن يتم التعامل معها على أنها قتل ويحاسب الجنات. محامي أنمار الشمر يقول: نطالب بتفعيل قانون بقوة وعدم التهاون به تجاه من يرمي ويخالف النظام وينتهك الحرمات. واثق الزيد يقول: هذا بسبب غياب القانون وفرض الأمن من قبل الحكومة والأحزاب الحاكمة التي عاثت في الأرض فسادا. لا يريدون تطبيق القانون كونهم سوف يكونون أول من يحاسب على دمار البلد. هاي التعليقات اللي كانت على قضية الرمي العشوائي. وعدنا عباس
من كربلاء، حياك الله يا عباس. عليكم السلام، حياك الله، شلونك استاذي؟ هلا بيك يا الغالي. الله يبارك فيك. هاي رمي العشوائي. نعم. ما طول العشائر ما طولها متفقة بالحكومة ما يصير مال بالعراق. نعم. تسمعني استاذ؟ شلون يعني؟ أقول لك ما طول الحكومة اتصالها بالعشائر، حب عمك وحب خالك. يعني حكومة إذا هي جنازة تمشي وراها رأس الحكومة، يعني برأيك والعشيرة شيخ العشيرة يمشي ويا الحكومة. الحل اللي لازم يصير شنو برأيك أستاذ عباس؟ هذا رادع، لازم قانون قوي رادع، يعني يقترب للإعدام اللي يضرب له طلقة. يلا تضبط شلون صدام حسين لما كان. طيب السؤال اللي ينطرح هنا، انت تقول لازم تخلي قانون رادع توصل عقوبة تحد العقوبة القصوى بالقانون الجنايات العراقي. نعم. اللي هو الاعدام. نعم. اذا صار هذا القانون ونوجد، تتوقع لما يجي واحد ويسووه وزير ويرمي راح يحاسبوه له لا؟ هو ايه الو وياك وزير، اقول لك واحد سواه وزير وطلع يرمي هو او واحد من اهله، شلون يصير التعامل معه؟ نعم. الوزير اذا كان من الميليشيات شغلته ما ترامحينه، الدوله ما تقدر له. ايه، وقال قلت لك الا راجع شلون قدام حسين. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ عباس. مشاهدينا الكرام، نطلع الى ملفنا الثالث بحلقه اليوم اللي نبدي به هذا الملف من النجف. نشوف تظاهرات، بس هاي التظاهرات مو لأصحاب العقود أو مو للموظفين، لا، تظاهرات الناس قدام المصرف العقاري بالمحافظة، والناس اللي متظاهرة هنا تطالب حتى يلقولهم حل لمشكلتهم العويصة ومعاناتهم ويا المصرف. اللي صاير هناك شنو؟ إنه هذا المصرف روجوا به معاملات، هذا المصرف روجوا معاملات حتى يحصلون على السلف أو قروض من البنك حتى يقدرون يشترون بيها عقار أو بيت لهم يقعدون به. لكن المصرف ما صرف لهم لحد هاي اللحظة السلف، وصاروا ضحية إلى سوء الإدارة والإهمال الحكومي لهاي الشريحة. ولهالسبب تلقون اللي روجوا هاي المعاملات أمام البنك أو المصرف العقاري. خلونا نشوفهم. هاي الاخوان هنا متجمعين بباب المصرف العقاري، واحنا مضامنين وياهم. ناس حلموا ان يكون عندهم بيت. اطلق الكاظمي المبادره مال السكن، المبادره مال السكن، مال اشتري بيت، قدم للمصرف، المصرف يفرطك، قدم تنطي فلوس البيت، تقعد انت وعائلتك ببيت. فعلا راحوا حجزوا بيوت الوادي ودفعوا عربونات وظلوا ينتظرون اجراءات المصرف. يوم اثنين، اسبوع، شهر، ست شهور، سنة، العالم بدأ شنو؟ اعطيني بيتي وادفع شرط جزائي مال شنو؟ مال البيوت والرسومات كلها راحت. لا المصرف حالها ولا البنك المركزي حالها، وهاي العالم هي وعوائلها واطفالها محتارة، ما تعرف شنو مستقبلها، مصيرها شنو. مفروض احنا اليوم الغلق. اسمع، احنا جايتنا اليوم غلق المصرف. الوعود طارت عشائرية همية، الوعود طارت من البائع والمشتري من جانب. هاي من امام المصرف العقاري مال النجف، وهاي رسالة للبنك المركزي العراقي، يجب ايجاد حل فوري وسريع لقضية المبادرة. اكثر من 200 مليار يحول الى مصرف العقار، والرجال يقول لك انا ما عندي شيء، دخلت تجيني فلوس، اقعد اوزعها على المعاملات واستلم معاملات جديده. 200 مليار ذني هي الباقي النور زهير. اوكي، على كل يقول لك هنا اكو، اذا لاحظتوا يقول لك العربون اللي دفعوه الناس او مجموعه العربونات اللي اندفعت راحت عليهم. تعرفون الوضع الاقتصادي العراقي جيد جدا، بحيث المواطن لما يدفع عربون الى بيت ويضيع عليه ما يهتم له، وشنو هو عربون، ايش قد، مليون، مليونين، ثلاثة، أربعة، خمسة، طز. لأنه المواطن العراقي تعرفون راتب التقاعدي 50,000 دولار، بينما البرلماني راتب التقاعدي خطية يحزن 400 دولار. نبقى بالنجف مشاهدينا الكرام، ونسمع هنا
بهالمقطع صرخات مدوية. الأهالي خانوا الربع بالمحافظة وراء ما تمت عملية تفليش بيوتهم اللي هم قاعدين بها، تشردوا هم وعوائلهم وصاروا بالشوارع. والحد هاي اللحظة اللي أنا دا أحكي بيها وياكم، ماكو أي حلول لمشكلة السكن من قبل الجهات المعنية، اللي ما يعرف إيش صار هناك وتفلشت بيوت وتشردت عوائل بيهم كبار وشيوخ وعجايز وأطفال بأطراف النجف بمنطقة عامود 255. خلونا نسمع. هاي رسالة لمحمد الشياح السوداني. هذا صوت عراقية. هاي رسالة لمحمد الشياح السوداني. فني أمهاتنا وخواتنا ومربيات ربات بيوت، أن تتهدم بيوتهن على روسهن هذا خطأ أحمر. شوف خلي شوف المستكين البيوت. تعال روح تعال روح شوف أنا الحاج السوداني، أنا عندي 9 بنات يا السوداني. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بس لو يفكرون بهاي ما كان صار هذا الحال. بس أرد أسأل سؤال محمد الشاعر السوداني واللي قبله وغيرهم كبار رب العالمين، ايش راح تحجون بنفس القضية؟ نبقى مشاهدين الكرام وبمكان مو بعيد عن محافظة النجف، لا بصفحة كربلة، عندنا مناشدة من مواطنة من أهالي محافظة كربلة حتى يتم التدخل حتى يوقفون قرار الهدم اللي صادر بحق بيتها وإخراجها بالقوة هي وعائلتها بحجة الاستثمار. وهذا كله دا يصير بالتعاون منه ويا جهات متنفذة بالمحافظة، وماكو أي اعتبار المصير هاي العائلة أو العوائل الفقيرة بظل الأزمات الاقتصادية اللي دا يعيشها العراق. خلونا نشوف. رئيس الوزراء محمد الشجاع السوداني وناشد المحافظ وناشد المرجعية وناشد كل العالم، يا ناس يا عالم، أنا من السبعينات قاعدة من الستينات هنا، وهاي الغرزة أنا غارزتها وانقصت بالواحد وتسعين وغرزتها، وهاي أوراقي وأنا معجرة من الأوقاف، وهسه مدير الأوقاف مدير الوقوف، وهذا القيم مقام، وذولا بالين بلوى القيم مقامي في البستان. يعني انا عندي كوم عيال ومن الستينات قاعده هنا، يصير يطلعوني هسه بالقوه يقول يوم الاحد مبلغين المختار يوم الاحد يفلشون علي ويطلعوني. شلون وين صايره هاي؟ وين صايره بيا قانون بيا مرجعيه بيا شرع صايره هاي؟ القيم مقام ومدير الوقوف جايبينهم واحد ايراني علي ويردون يفلشون البيوت علي على اساس؟ هذا حال الناس اللي دا تشوفها اللي هو منه الفقير اللي عنده لا عابر، واللي عنده ظهر عابر، واللي منتمي إلى جهة عابر، واللي يشتغل بميليشيا عابر، بس اللي ما عنده مثل الأخت وغيرها لا هذا مديوس. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك يوسف أبو علي العنبكي يقول أكبر جريمة وظلم هاي الناس، وين تولي؟ وين المحافظ؟ وين ممثلين النجف بالبرلمان؟ حسبنا الله على كل ظالم. رائد فندى بيقول الحل عند الإدارة العامة للمصارف العقارية في بغداد وعند البنك المركزي العراقي. صباح فخر الدين يقول البلدية قدرتهم على الفقير. وباسم العراقي يقول على نواب النجف وحكومة الإطار تنطيهم سكن يليق بهم وسلف من المصرف العقاري، مو أكثر من فلوس ميثم الجبوري ونور زهير اللي طلع بكفالة. هاي كانت تعليقات الناس على هذا الموضوع. أبو كرار من بغداد حياك الله. تحياتي إليك. تحياتي حبيب قلبي. تحياتي إلى صوتك النقي. الله يسلمك أخوي العزيز. وهموم الفقراء واجبنا، وبلاية طائفية وبلاية عنصرية. الحمد لله. وهذا العراق الأصيل. الحمد لله، لأنه هذا العراق ما بلا طائفية ولا عنصرية. نعم الحمد لله والشكر. أول شيء المفروض يناشدون محمد الشاع الإيراني، مو محمد الشاع السوداني. نعم. هذا محمد الشاع الإيراني الإطاري. نعم. ثانيا الحكومة قاعد يحتفل الحكومة تقتل أهلها، هي حكومة؟ نعم. الحكومة اللي تساوم أهلها
بالسجن هي هاي حكومة؟ نعم. الحكومة تاكل حق الفقراء هاي حكومة؟ نعم. اللي يبوق له باكيت كلينس يحكموه 5 سنين وهذا الدهر النذل يطلعوه هو هو ويتم الجبوري وهذا اليوم علاوي وهذا الثاني يا حكومة يا أخي. نعم نعم. دولة مو حكومة دولة عصابة. دولة عصابة. نعم. والعصابة كلمة العصابة يعني هو اللي يبوق كل شيء يسوي. نعم. اللي يبوق حتى غيره ما عنده. نعم. هو أسوأ الإنسان إذا باق. أسوأ الصفات بالإنسان إذا باق. نعم نعم. هذول مو بشر. بس إحنا لازم نمخن على صوتنا يعني بوجههم. نعم. لو بالكلام لو بالكلام كافي. نعم. والله كريم. الله كريم. تحياتي لكم. شكرا شكرا لك ابو كرار. ابو علي من الديوانيه حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم حيا حيلك. عليكم السلام ورحمه الله. حبيبي اكو مثل يقول الجوعان والشبعان ما يصرفوا. نعم. كان هسه هاي الفقره اللي بناها بلوك وقال لك شو لروسه. كان هاي منين اجت هذا مو عراقيين؟ انتم تبنون ناطحات السحاب تروحون تطبقون القانون على فقير؟ تقدرون تطبقون القانون على حي الرحمه؟ تقدرون تطبقون القانون على اي حي توزيع ماخذ عصابات تقدرون؟ ما تقدرون؟ قدرتكم على الفقير؟ نعم. هاي ارياف الديوانيه ارياف الديوانيه تبع وادي الكهرباء والماء هاجرت الوادي الجادت في المدن. بعد حلالها وجد جادت في المدن. عبالنا حكومة شيعية تجي تعيننا على وقت الضيم. والله لا أما حكومة إسرائيلية أشرف لنا. والله فشلتونا. والله فشلتوا المذهب. والله فشلتوا الإمام علي فشلتوا يا إسرائيلية. والله ما بيكم شريف لا معمم ولا متقف. الله وكيل ما بيكم فجعتوا حظنا وحظ الباطل. والله حياتي كلها ما صرت عصب غير هالفترات اللي شوفنا بعيني. نعم. ما صارها ما صارت دول العالم كلها ما صارت. نعم. نعم. شكرا شكرا لك أبو علي من الديوانية. مشاهدينا الكرام نحكي بقضيتنا الرابعة أو بملفنا الرابع عن التلوث البيئي. قضية عبالك العراق ما بشي ومناقص. هو التلوث السياسي بوحده قاتل. على كل إن التلوث البيئي مثلا بالديوانية بسبب الدخان اللي دينتج بسبب عمليات حرق التمر الصحي بصورة غلط ومو صحيحة. وين هالشي دا يصير؟ على الطريق الدولي اللي بمدخل مدينة الديوانية. يعني واحد اذا يجي من البصرة ويصعد للشمال فوق رايح لبغداد يشوف هذا الشي. هذا الشي دا يتسبب بدخان كثيف يعني هواية تنعدم به الرؤية. يعني واحد من يطب بسيارته ما يقدر يشوف على الطريق الدولي. يعني راح تصير حوادث إضافة إلى الاختناقات إلى الأمراض السرطانية اللي تسبب هاي العمليات للناس اللي عايشين بهاي المناطق أو بالأماكن القريبة من مناطق التمر الصحي اللي هي تمر مو صحي أصلا. خلونا نشوف. جينا بالديوانية اللي شفناه بالديوانية صراحة صدق انصدمنا مع الأسف. طبعاً هاي رسالة إلى كل المسؤولين والمحافظين. كل محافظة تلقى بدايتها يستقبل المواطنين والوفود طمر صحي. والطمر الصحي يحترق. شوف شو نسوي بالعالم. هذا طريق دولي. من يربط بصرة بغداد. طبعاً ما تخيجيني وبالناس كذلك. محافظة الديوانية. محافظة الديوانية. طبعاً شقد ناس شديدك ناس. وشقد قالوا لك. أكو 1000 بيت هنا. يعني منطقة كاملة. الأغلبية باعوا بيوتهم وشردوا. واللي اجر بيته وشرد. طبعا الصراحه احنا اكثر من مره نجي لهذا السريع الدولي نروح ونرجع. اليوم تفاجئنا بالكذابه الدخان يا اخي. هسه وقت من وقت الشعب تسعى. شوف شوف الاعدام الريه. شوف الاعدام احد السواق. الاعدام الريه. شوف الاعدام الريه. الاعدام الريه ماكو يعني مسار. يعني هسه سولف لاحد السواق بمحافظه البصره يقول انا عندي مريض نزلته يا جلكم الله الى التواليتات اختنق. سبب شنو؟ سبب هاي الحرق.
احنا رساله للحكومه المركزيه ان تنظر بهذا الملف وخاصه ملف الطمر الصحي. هذا حال الديوانية بسبب الحرق اللي يصير بالطمر الصحي. أما إذا نزلنا إلى عروس الخليج العربي، البصرة، بصرة الخير، البصرة اللي بيها نفط، بيها نفط يبني دول مو دولة. الناس هناك تستغيث، تعرفون ليش؟ من كم البلاوي اللي عندهم، ومنها اللي راح نشوفها هسه ويبين لنا إياها هذا الناشط اللي يشتكي بهالمقطع من الانبعاثات النفطية للعمليات المصاحبة لاستخراج النفط واللي صارت مصدر من مصادر الأخطار اليومية على صحة وحياة أهالي البصرة. أما السلطات والأحزاب والكتل والقيادات والزعماء واللي يتعاركون على الكراسي ويدفعوا لها فلوس ولا عندهم أي اهتمام بهاي القضية. ليش يهتمون؟ قابل العراق مال أبوهم ورث وجاههم من العمسام وجاي يفلشون به ويقبضون على تفليشهم. خلونا نشوف هاي الرمويله، شوفونها، هذا النفط باعوا له، وهذا الدخان البرجسيه. وصلنا بالبصره 400 شعله دخان واستخراج مبحوثات النفطيه التلوث. بس خلنا نفهمكم اهلنا وناسنا بالبصره ما تدرون، اريد هذا الفيديو يوصل. 400 شعله، وصلنا تقريبا 40 الف اصابه. ربما واحد يقول مين لك هاي المعلومات؟ حسب تقرير مفوضيه حقوق الانسان العام الماضي 40 ألف إصابة. بعد جاي لك الفشل الكلوي، حدث ولا حرج، أزيد من 30 ألف بالبصرة. شوف البصرة تتموتون موت بطيء. هاي الشعلات عندنا مثلها 400 بالبصرة، 400 شعلة تدخن علينا بالبصرة، ضاعوا لي باتجاه البصرة، وهاي منها بغداد. هات رايح وين؟ للبصرة. أكو مشروع وشركة سابقة كان المفروض تدفنن جوا الأرض، وزير النفط السابق رفض. وين الشغل والسرطان؟ ما كنا تعرف شنو 40؟ انت تعرف شنو موت بطيء؟ لو ما تعرف والله بينا سرطان كل احنا. انت تدري ما عندك جهاز كاشف للسرطان المبكر وتتلاحق روحك وتعالجها؟ ده وين تدري؟ هاي منا البرجسيه تذب عليك، وهاي منا الرمويله، وعندك القرنه والهارثه والزبير. 400 شعله، فشل كله وسرطان وعلاج ماكو. بيجيني واحد حشاك سامع غبي ما يفتهم، حاط لي نغمه المسؤول تلوق لك وحدك صرت خيالها، ولك يا خيالها واحنا جاي نموت. اختصر لكم الوضع كله، يعني اللي حكاه ما حد يقدر يعلق بعد زياده عن اللزوم، وما حد يقدر يعلق على الموضوع. وهوايه قلنا يا ترى حرق الغاز بمشاكل، استخدموه، استثمروه بدال ما تستوردون من إيران وليت نعمتكم. الناس لما شافت هذا الفيديو وغيره علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من عماد الساكن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، كل شيء ما مستفادين أهل البصرة بس الأمراض. ناطق الخفاج يقول: والله عيب، يعني هيك يصير بالعراق بسبب الأحزاب؟ وعلي يقول: نصيب الأمراض وحصة النفط ما يوزعوها للشعب العراقي البصري، على الأقل بدل خطورة لأهل البصرة. حيدر المحمداوي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني ما أقعد يشوفون الدول شلون قاعدة تشتغل ويتعلمون منهم. ليش هذا الإهمال؟ يعني أهل البصرة حاطيهم طعم مثلا؟ فكان هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. وعندنا اتصال أبو علي من بغداد، حياك الله. أبو علي تسمعني؟ وياك وياك حبيبي. هلا بيك يا الغالي. حبيبي وياك. تفضل. ألو. ألو تفضل. شلونك؟ ألو ألو. ألو حبيبي تفضل. ها ترى شلونك عيني؟ هلا بيك. أسمعك أسمعك، شلونكم؟ هلا بيك يا الغالي. أستاذ هو بس الشوارع هي وسائل دولة كلها تراب، الشوارع كلها تراب. جونا ملوث، هو العراق جو ملوث، مو هي من قالوا بلا مزلوقول. ودور المشكلة مي ماكو مي، يعني هسه المفروض على الحكومة تناشد هذا النظام التركي، يعني ما ليش هذه المي على العراق؟ ربد يعني دمرنا، يعني يعني انت زلزال وما فات بيكم، افتح المي للعالم. يعني شنو 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 الفرق؟ يعني مي ناقص، مي ما حتى قطعوا قاموا يعطونا اوقات ما يعطوا باستمرار داخل بغداد، احنا ما يعطونا باستمرار، يقول مي قليل. نعم نعم. يعني شنو هذه؟ وين الدوله؟ يعني ترى السيد رئيس وزراء المحترم الحكومه التركيه
احنا بس الواردات بين العراق وتركيا بالمليارات عايشين علينا تركيا هسه وما يقاطعين علينا هم الله ما يقبلها يا استاذ رفع يرحم والديك. ابو علي وين نروح احنا ابو علي خلينا نحكيها كامله المعلومه مو بالنص. اوكي الحكومه تحكي ويا تركيا لاطلاق حصص العراق المائيه على عيني وراسي بس اكو ايران هم قاطعه. حبيبي ايران ثلاثة بس 80% من تركيا 80% صح ايران هم قاطعه منك بس 3% تعرف بس ابو علي ابو علي تعرف ايران كم نهر قطعت عن العراق لو ما تعرف؟ اعرف بس احنا على دجله والفرات بحكي لك انا هسه على دجله هو شكو بالعراق ابو علي هو شكو بالعراق غير دجله والفرات على دجله تعرف كم نهر قطعت ايران لو لا؟ اعرف استاذ احمد بس احنا بحكي لك على دجله والفرات منك صحيح قاطعه هي مو ما اقول لك ما قاطعه بس النسبه الاكبر 80% من تركيا تمام. يعني 80% طلع وزير الموارد المائيه يقول مشكلتنا وين تركيا احنا تمام. ابو علي يعني رايك انسمع واتمنى تتاكد من النسبه انه 80% منه و20% منه او عفوا النسبه صحيحه لا لا شكرا لك لانه لازم تقرا موارد العراق المائيه حصص العراق المائيه المعاهدات تشوف ايش قد كان يجينا من ايران ايش قد كان يجينا من تركيا كم رافد يجي منا كم رافد يجي مننا الفرات مو بس بتركيا لا بسوريا يطوب همينا واكو سدود بسوريا بنت دجله اكو مصادر من تركيا لكن اكو روافد كانت تعزز وتغذي نهر دجله من شمال العراق الى البصره كلها انقطعت فاقرا النسب وخلينا نشوف منو المخطئ بحق العراق اكثر مو بس دوله لا لما نحكي صح بكل موضوعنا. وردنا عبر خدمه انت ترى اللي توفرها قناه الرافدين الفضائيه لمشاهديها عن طريق الارقام المخصصه لهاي الخدمه طالب او مطالب الى ذوي الشاب قاسم طالب حمزه اللي هو من سكنه حي المعلمين بابل اللي يطالبوا ان يتم الكشف عن ملابسات وفاه ابنهم اللي لحد الان اكدوا ان هم اللي قام متوفي وما عرفوا سبب الوفاه شنو والتقرير الطبي ما يوضح لهم سبب الوفاه وطالبوا الجهات المعنيه ان يفتحون تحقيق بهاي القضيه اللي هي قضيه مقتل ابنهم. خلونا نسمع. اخوي المجن عليه اسمه قاسم طالب حمزه سلمان الشمري. وردنا خبر بانه زوجته خابرت امي قالت له الولد ميت ابنك ميت. رحنا احنا انا واخوي الثالث بعد كان بمحل تصليح دراجات طلعنا بالسيارة رحنا لغاد لقيناه بالسطح ميت ورا ما لقيناه بالسطح بلغنا المركز شرطة المسيب جو شافوا ولد الله وياهم بعدين اخذوا للمستشفى ورا ما المستشفى قالوا مسموم بعدين طالبنا بالتشريح للطب العدلي وديناه للتشريح ورا التشريح بعد ظل التقرير ننتظر واليوم وباكر وبعد شهرين وماكو لحد الان ماكو خبر وهاي راح تدور السنه مالته بعد ايام وبعد لحد الان ما وانا طالب القضاء الاعلى ينظر لنا بهاي القضيه مالت اخوي. هذا مطالب اهل قاسم او اخوته واولياء امره لانه يقول لك هو صعد للسطح وانغدر لحد الان ما نعرف من الضربه ما نعرف منين جت الطلقه ما نعرف شلون صارت فكانت هاي مطالبهم. قضية ثانية راح نتكلم عنها واللي تفاعلوا وياها المغردين على منصة تويتر هي هاشتاج انقذوا ديالى حتى يعبرون بها عن رفضهم القاطع للنهج اللي تتبع الميليشيات الموالية لإيران وأحزابها واللي يهدف إلى أحداث تغيير ديموغرافي بالمحافظة أن يسكنون طائفة على طائفة أخرى من خلال عمليات التهجير إلى أهلها وترويعهم واغتيال البعض منهم واللي يوصل للكفاءات والأطباء واللي صار بأحمد الـ 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 المدفعي في ديالى واحد من أهلهم. فأول تغريدة من سهى الربيعي تقول هاشتاغ أنقذوا ديالى من الميليشيات الإيرانية. عبد الناصر المهداوي لا تزال محافظة ديالى تدفع ثمن تنوعها الديموغرافي بدماء أبنائها. إلى متى تظل العصابات إجرامية تعيث في المحافظة الفساد وتقتل الكفاءات الوطنية تحت أنظار القوات الأمنية؟ متى ستكون القوات الأمنية مهنية وتوالي الدولة؟ نطالب السيد رئيس الوزراء بمعالجة الملف الأمني في ديالى. هاشتاغ أنقذوا ديالى.
مصعب الناصر يقول: حزين كثيرا على ديالى فهي لا تستحق ما يحصل لها. ديالى قبل عقدين من الزمن كانت مدينة التعايش السلمي تجمع في الكل، أما اليوم فهي تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الأمني بسبب جوارها من جارتنا السوء، وهناك محاولات حقيقية في تغيير هوية هذه المدينة وجعلها قم الثانية في العراق، هاشتاغ أنقذ ديالى. أما جمال الدوري يقول: أذرع إيران بحق أهالي ديالى وسيرها نحو التغيير الديموغرافي من الذي حدث في البصرة عام 2006، أو مثل الذي حدث في البصرة عام 2006 عندما أفرغت قرى وبلدات من أهلها، هاشتاغ أنقذ ديالى. وكانت هاي التغريدات على هذا الوسم اللي تصدر ترند العراق اليوم، وهو هاشتاغ أنقذ ديالى. مشاهدينا الكرام، عندي رسالة سريعة أحكيها. شكرا لكم على هذا البرنامج. أنا ضد الرمي العشوائي وضد هاي الناس الجاهلة. ملاحظتي هي على صاحب السيارة البيضاء، يقول: قعدت الصبح ولقيت سيارتي مضروبة طلقة، وشوفنا الفيديو مال الضربة. الطلقة اللي مضروبة مو مال طلقة بس الضربة، ما أعرف، خلي يتأكد من الموضوع. أخوكم أبو زينب من فنلندا. شكرا أخوي أبو زينب على هذه الملاحظة. ورسالة أخرى: السلام عليكم. الحكومة العراقية مجرمة بحق العراق وشعبه، ولم تكن ضعيفة تجاه تركيا وإيران حول ملف شح المياه، لكنها ضعيفة أمام الميليشيات، لن تستطيع أن تحاسبها. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل لختام حلقتنا لهذا المساء من برنامج صوتكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بنفس الموعد. انتظرونا، في أمان الله.